السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشركم مباركه. اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي مهم وكيهم جميع الاسر وجميع العائلات. هذا الموضوع اللي غادي نهضروا فيه هو كيفاش تعيشي سعيده مع زوجك في الحياه الزوجيه. الا بغيتي تعيشي حياه زوجيه مع الراجل ديالك ومع العائله ديالو كامله، كما كنعرفوا نهار كتزوجي راه ماشي كيكون غير الراجل بوحدو، الا جاي يخطبك غير الراجل بوحدو راه كتجيك ناقصه. كيفاش هذا الراجل ما عندوش عائلته، ما عندوش والديه؟ وكذلك المراه الا كان بغى يتزوج بها العائله ديالو كيتسائلوا فين والديها فين عائلتها. داكشي علاش اليوم غنعطيوكم كيفاش تحافظوا على ديك السعاده بين الزوج ديالك والعائله ديالو، وكذلك الزوج حتى هو يعيش واحد السعاده وواحد الراحه اللي غنقول انا مدى الحياه. الا بغيتي تعيشي هاد السعادة هادي، كيفاش غادي تتعاملي في الحياة الزوجية ديالك؟ المعاملة هي انك مني يكون الزوج ديالك غادي عند عائلته وهو فرحان وهو ناشط، خاصك تنتي تفرحي معاه بالمثل وتكوني كما تنقولوا في سعادة بحاله. وهذا الشيء هو اللي كيغلط واحد الناس كيغلطوا وكيطيحوا فيه، كيكونوا دائما منحازين جيت عائلتهم. مثلا الا كنا غندوزوا العيد الكبير مع عائله الزوجه، كتبي الزوجه فرحانه والزوج كئيب وما عجبوش الحال. علاش؟ انا الا كان الزوج باغي يدوز العيد او مناسبه او رمضان مع والديه، علاش ما نفرحش ونمشي معاه ونخليه فرحان باش انا نكسبه ليا ونكسب حتى والديه. والحاجه الاخرى، الا الزوج ولا الزوجه هضروا على الوالدين خايبين قدامك وقال بلا اختك دارت فيا او امك دارت فيا او باك او خوك داروا فيا ديك النهار واحد الملاحظه ولا ما بغاونيش ولا قالوا لي واحد الكلمه، الا بغيت تبقى العلاقه زوينه ما نوصلهاش. الا بغيت الكلمه ما تزيدش كما تنقولوا تكبر وتزيد تحقد القلب ديال والديك على راجلك ما نقولهاش. هادو اغلاط كيوقعوا في المشاكل اللي كتنوضي تتمشي عند والديك وكتقولي ليهم بان الزوج ديالي نهار جا قال لكم نتوما درتو فيه ودرتو فيه وقال فيك تيا وقال فيك تا وقال فيك تا. هكذا كتخلي العائله ديالك كتحقد عليه وما كيبقاوش يبغيو. وكذلك انتيا كتمشي تتوصلي لي الهضره بان والديك قالوا في الزوج ديالك داكشي اللي تيتقال. كما تنقولوا حنا طبيعتنا هكا، ضروري كتبقى واحد النويطيات، لا راه راجلك دار واحد الغلط، لا راجلك دار هاد المشكله، كتمشي نتي كتنقلي ديك الهضره وكتعاوديها الراجل ديالك. وهكذا الراجل ديالك كيغضب وما كيبقاش يحمل مره اخرى يمشي عند والديك، لان ديك الكلمات كيتصور ديك الهضره غادي تبقى ليه بين عينيه. وملي الزوج ديالك كيقول لك كلام في والديك ما تعاوديش ليهم، حيت هما نهار تديه معاك غيبقاو يشوفوا فيه واحد الشوفه ناقصه، علاش قال فينا علاش عير فينا، وهذا الغلط راه كاين ومجربينه في العائله ديالنا. مني كتوصلي الهضره كتولي ديك العلاقه كتنقص كتنقص كتنقص، حتى في الاخير كتصيبي كتبقى تمشي غير الزوجه، والزوج ما كيمشيش لانه خايف، سامع كلام سامع هضره كيبقى بعد من ديك العائله. وكذلك الزوج حتى هو ملي كيوصل للمراه ديالو كيقول لها الام ديالي قالت فيك وقالت فيك، حتى هي كتحقد على ديك العجوزه ديالها وما تبقاش تحملها وما تبقاش تمشي عندها. وكذلك الطفله اللوسه كيقول لها بان اختي ما عجبهاش فيك هذه، ولا ما عجبكش طيابها طيابك ما عجبهاش، ولا لبستك ولا كلامك، كتنوض ديك العروسه كتولي حاقده على ديك اللوسه وعلى ديك العجوزه وما تبقاش حاملاهم الا تمشي عندهم ولا يجيو عندها، لان الكره كنتسبوا فيه حنا بنقل الهضره ديالنا. الا بغيتي تعيشي السعاده مع زوجك بدون مشاكل خاصك تفادي هاد الهضره كامله وهاد التنقلات ديال الهضره كامله، وتبقاي غير في الايجابي غير في الايجابي. شتي ماما قالت عليك بانك انت واحد الراجل معقول، شتي ماما قالت لك بانك انت واحد الراجل سخي كتشري كتدير ديما داك الكلام الايجابي اللي غيخليه هو يفرح. وكذلك الزوج حتى هو من يجي عند الزوجه ديالو مشاو دوزو داكشي اللي قسم الله، غادي تهضري كلام طيب على الزوجه ديالك بان الام ديالك قالت فيك واحد الكلام زوين وعجبتيها وعجبها طيابك وعجبها داك الهضره اللي قلتي وعجبها اللبس ديالك ولا هذيك ولا ديك الكادو اللي ديتي شحال عجبها. هاد الشيء هذا كيخلي العلاقه ايجابيه. ولا بغات مره اخرى تمشي الزوجه ديالك لداركم كتكون هي فرحانه
واخا تكون ديك الهضره ما كايناش، المهم حتى غتوصل واحد الهضره ايجابيه وزوينه. الا بغيتو تعيشوا السعاده خاصكم دائما توصلوا الحاجه الايجابيه، وكذلك الحاجه اللي كتكون انتيم بين الزوجه والزوج. كاينين شي وحدين اللي ما كتعجبهاش شي حاجه في راجلها، اش كدير اش كدير كتقولها لي في وجهه، وهكذا هو كينفر منها وكيبعد منها. مثلا علاش انت شعرك ما عندكش، علاش انت مصلع، علاش انت هادي، شي كلام اللي غادي يضر داك الراجل وغادي يخليه يبعد من ديك الزوجه ولا ينفرها. الا بغيت توصلي لي شي ملاحظه غادي تقولي لي بانني شفت واحد فلان فيه واحد الحاجه ما عجباتنيش، وديك الحاجه تكون في الزوج ديالك باش هو يغيرها، او شي فعل كيديرو الزوج ديالك ما تقوليش لي انت خايف فيك هادي فيك هاد التصرفات خايبين، هو غادي يزيد يطلع معاك الضد ويدير اكثر من هذاك الشيء. غتقولي ليه مثلا فلان ولا فلانه ولا جيراننا ولا هذاك فيه واحد الحاجات اللي خايبين وتوصلوا مشاكل مع مراته، وهذه هو يقدر يتفاداها. وكذلك مثلا الزوج الا كانت شي حاجه ما عاجباش في مراته، يا اما اللبس ديالها يا اما الماكله ديالها يا اما التصرفات في الهضره ومع الناس، غادي يمثل لها مثلا بواحد السيده، وهي غادي تقرص وغادي تعرف راسها وغادي تصلح راسها براسها، وغتقول ما غاديش نطيح في داك المشكل اللي فيه ديك السيده. الا قلنا بحال هذا الشيء بشكل غير مباشر غادي نصلحوا راسنا وغادي نعيشوا سعاده دائمه ونعيشوا فرح دائم بلا ما ندمروا بعضياتنا. وكاينين شي وحدين اللي كيطيحوا في هذه المساله هذه، كيبقى هو يتلدد في المعيور ديال مراته وفي عائله ديال مراته، وهي كتزيد تحقد عليه ديك الزوجه، وهو ما عندوش غراض وكيشوف الزواج ديالو كيتدمر، والوليدات الا كانوا بيناتهم وليدات غادي يتشردوا، وهو ما عندوش غراض الا انه غادي في داك الشيء اللي هو غلط في غلط. وكذلك الزوجه بعد مرات كتبقى الدنيا كتبان ليها زعما كامله ما فيها حتى ضوء، وكتبقى تخربق بان الام ديالك ما فيها ما يدار، بان خواتاتك قالوا فيا وقالوا فيا، انت كذلك فيك وفيك، وكتبقاي كتسرق الايام حتى داك الراجل كيولي كرهك وما كيبقاش يسمع حتى الصوت ديالك. هادشي علاش تفاداو هادشي هذا وما نوصلوش ليه؟ ان شاء الله نصلحوا من روسنا الاغلاط ونتعلموا كيفاش نسيروا حياتنا، لا بالنسبه للمقبلات على الزواج، لا بالنسبه للناس اللي يلاه بادين في الزواج، الناس اللي ضاربين 5 سنين 6 سنين غادي يكونوا عرفوا قيمه هاد الهضره اللي تنقول، وبالنسبه للناس اللي مبتدئين غادي تفيدهم هاد الهضره بزاف، وغادي تفيد حتى الناس اللي غاديين في الغلط وغادي يصحوها غير بوحدهم. كنتمنى هاد الميساجات يكونوا واصلين لكم، وحلقتنا اليوم تكون عجباتكم، والى اللقاء في موضوع اخر وساري ان شاء الله.